ماجد ناصر، ماجد ناصر على موعد من رفع مع رفع هذه الكاس الغالية، على موعد مع رفع هذه البطولة الغالية بالنسبة لشباب الأهلي. بالأمس بالأمس أبكته كرة القدم شباب الأهلي وتسعده في هذه اللحظات. ماجد ناصر الأهلي، الأهلي بطلا لكأس الخليج العربي، الآن الصور التذكارية مع كأس هذه البطولة. عبد العزيز هيكل، ماجد ناصر مع مؤمن زكريا، وماجد ناصر سيرفع الكأس في هذه اللحظات، ينضم إلى النجوم، ينضم إلى اللاعبين، ينضم إلى أبطال السوبر، إلى أبطال كأس الخليج العربي، إلى أكثر من فازوا بلقب كأس رئيس الدولة. شباب الأهلي سيرفع البطولة الآن بيد عبد العزيز هيكل. إذن شباب الأهلي، شباب الأهلي، شباب الأهلي، شباب الأهلي، شباب الأهلي بطلا بطلا لكأس الخليج العربي للمرة الخامسة في تاريخه. شباب الأهلي بطلا لكأس الخليج العربي للمرة الخامسة في تاريخه. شباب الأهلي يصل إلى المنصة مرة أخرى، يتوج بلقب هذه البطولة على حساب النصر. خسر البطولة في الموسم الماضي لكنه يعود ليفوز بلقب البطولة في هذا الموسم. مبروك لشباب الأهلي، حظ أوفر لفريق النصر، مبروك لمهدي علي، حظ أوفر لرامون دياس، مبروك للأحمر هاردلك وحظ أوفر للفريق الأزرق. شباب الأهلي بذكريات الثلاثية مع كوزمن التي حققها في 2014 بأشبه اليوم بالبارحة. يا مهدي علي، الفرسان أبطال السوبر، كرة القدم تمنحهم فرصة العودة للمنصات على حساب النصر وتمنحهم فرصة الفوز باللقب. النصر عاش فرحة الماضي وشباب الأهلي يعيش فرحة الحاضر. مشاهدينا الكرام، نلتقي في مناسبات أخرى، إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.